أحبائي المشاهدين، وصلنا الآن إلى فقرة من الذاكرة الرياضية. ضيفنا فيها واحد من أفضل اللاعبين الذين لعبوا في مركز الظهير الأيمن في الزمن الجميل. تربع على عرش قلوب الجماهير في الحالمة تعز فترة من الزمن. ضيفنا في هذه الحلقة نجم أهل تعز والمنتخب الوطني سابقا الكابتن محمد طه حسين. بدايتي زي أي رياضي بالحارة، ثم المدرسة، ثم انطلاقنا بالنادي الأهلي. كان الفضل الكبير لأخي عبد العزيز طه، لعبت أنا وياه طبعا، وكنت لاعب تنس طاولة، وأخذنا بطولة الدوري كأس الجمهورية في سنة 75-76، ومثلت النادي في الإمارات مع نادي العين، نادي الوحدة، ولعبنا مع نادي الاتحاد في السعودية، ولعبنا مع نادي الهلال السعودي، وواجد الصومالي أبطال الدوري العرب. لعبت من سنة 1978، مثلت النادي من إلى 1987 بعد رجوعنا من السعودية أبطال دوري، أبدأ أبطال الدوري العرب. لي محطة في سنة 83 المركز الثاني ثالث، وبعدها المركز الثاني، وبعدها حصلنا على بطولة الدوري. رجوعنا من السعودية شفت الوضع ما فيش، شفنا الوضع هناك غير اليمن، يعني ملاعب، واحنا كنا نلعب بالتراب بين صب، ولا نحصل ريال من الرياضة، كانت هواية بس شبع رغبة. والإصابة كانت مصابة، أنا كنت مرشح المنتخب أيام الكابتن علي محسن بريسي، بس الإصابة تمزق في الفخذ، وبعد سفروا النادي الهند، تعالش في الهند، وبعدها رجعت لعبت، ولعبت الدور واحد، وسافرت ألمانيا في سنة 85، وفعلت عملية ورجعت لعبت وخذنا الدوري. كل المباريات كانت مميزة لي بصراحة، لأنه كان في أندية يعني عدة نجوم من الأندية، شعبيب وزهرة والوحدة والمجد وشعب صنعاء، كل الفرق كانت بمستوى واحد، نجوم يعني لا 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 تعد. كنت ألعب في مركز الظهير الأيسر، وبعدها احتاجت المدرب الكابتن عبد الله عتيق في مركز قلب الدفاع من سنة 82-83 حتى أنا اعتزلت اللعب. أنا الآن في لجنة المسابقات بالاتحاد الأيمن لكرة القدم، وعضو اللجنة المجموعة الأولى في المحافظة صنعاء. نشكر قناة السعيدة على هذا اللقاء، وقناة مميزة بدعم الرياضة في اليمن، وحضور في المباريات، نقل المباريات وهذا الدوري والمنتخب، والقائمين عليها يشكروا كثيراً.